شو اسمك يا عمو؟ محمد عيسى. يا عمو قديش صار لك بالاكل؟ 7 ايام. قول والله العظيم والله العظيم جوعان كتير يا عمو. شو بتقول لسيد دي مستورة اني فوتنا اكل؟ يلا ان شاء الله يا رب يا رب. هلا شو مشتهي اكثر شي تساوي؟ شو مشتهي تاكل هلا؟ ايه يا عمو يلا تكرم عينك. الله كريم. 1/6/2016 الدكتور خالد من قلب المشفى الميداني. اختي شو اسم الطفلة؟ انا الحداد. قديش صار لها بالحليب؟ اكثر من شهر، كل 10 ايام فيها مرة. هلا شو عم تشربي لها كان؟ مي وملح. لا حول ولا قوة الا بالله. وفوط ما عندك فوط؟ طيب ما عم تلاقي لها شيء طعميه اياه؟ ولا رز مسلوق ولا نشا ولا اي شيء؟ قديش عمرها هي الطفله؟ 7 اشهر. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا بسيطه اختي بسيطه ان شاء الله الله يخلق.